أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: لي قريب لي في الخارج وأمر من قبل النصارى بالصلاة معهم صلاة الحزن على أمواتهم، فاستجاب لهم مجاملة حتى لا يتهم في عمله، والسؤال: هل يقدح عمله في عقيدته؟ هذا لا يجوز، لا يجوز أن يشاركهم في صلاتهم الشركية والكفرية، لأن ما في صلاة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا صلاة اليهود ولا صلاة النصارى ولا أي صلاة، ما في صلاة إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يعتبر أخطأ في هذا العمل وأذنب، فعليه يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر ولا يعود لمثل هذا. نعم.